السلام عليكم حنوناتي، والصلاة والسلام على رسول الله. كنرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. وصفتنا لليوم وصفة لتكثيف الرموش والحواجب بمواد طبيعية. فأول حاجة غادي نبداو بها، غادي نبداو بالوصفة اللي طبيعية 100%، وكذلك عندي وصفة أخرى وآخر وصفة غادي يدخل فيها واحد المنتج بغيتو أنكم تستعملوه استعملوه، ما بغيتوش بلاش. ولكن الصراحة هاد الوصفات اللي غتشوفوهم معايا التوب والروعة، فهما كيكتفوا الحواجب. البنات اللي دائما كيحيدوا الحواجب ديالهم، وكذلك البنات اللي كيستعملوا الأنواع ديال الماسكارا اللي كيكونوا بحال شكل ديال البلاستيك، فهذاك النوع راه كيخرج على الرموش. كتجي كتبغي تغسلي الرموش ديالك كتعملي بحال هكذا هاد الحركة هادي باش تحيدي ديك الماسكارا، فكتصدقي مطيرة الرموش. فأول مكون معانا اللي هو المسمار أو ما يسمى بالقرنفل، هو يا البنات هذا هو شكل القرنفل، وعندي هنا القرنفل مطحون. فاول طريقه غادي نعملوها هي انني نوريكم واحد الطريقه طبيعيه جدا اللي غادي تستغناو بها على الاقلام باش غادي ترصيو الحواجب، لان كذلك الحواجب البنات اللي كيترصيهم بزاف بالاقلام فكيطيحوا لهم، لان اصلا هذاك القلم راه مصنوع من مواد يعني كيميائيه، اكيد داخله حاجه كيميائيه ضروري باش يعطينا هذاك اللون الاسود، يعني ماشي حاجه طبيعيه. هو نعطيكم كذلك البديل غير بالنسبه للبنات اللي بغاو غير يتراسيو الحجبان وما بغاوش انهم يعني ينبتوا ليهم من جديد. فالمهم اول حاجه بعدا غتشوفوا معايا الطريقه باش غادي تراسيو الحجبان ديالكم بطريقه طبيعيه. من بعد ما غادي تصاوب يعني الميك اب ديالك، ولا المهم صافي وصلتي على انك تراسي الحاجبين ديالك، فالطريقه جد بسيطه. غادي تاخدي واحد هذا ديال المسمار وغادي تشعلي العافيه بحال هكذا بحال هكذا، ثم غادي تخليه، كنتمنى يكون واضح ممكن ما كتشوفوا معايا، ثم غادي تراسي به الحجبان ديالك. انا باقي سخون خايفه لا يحرقني يا البنات، المهم غتسناو عليه حتى يبرد، ثم غادي تراسي به الحاجبين. فهاني جبت لكم الانسه نترسيو ليها، اصلا حتى هي راه مشاو ليها الحجبان، فغادي تراسيو الحجبان بهذه الطريقه يعني حسب الرغبه ديالكم كما كتشوفوا معايا، وغيعطيكم واحد اللون داكن وزوين بزاف. والبنات اللي كيستعملوا الحرقوس نصيحه لوجه الله، راه الحرقوس راه يحول دون وصول الماء الى الشعر، يعني راه هو عباره عن زيوت ثقيله وثقيله بزاف كتغلف لكم الشعره وكتبقى مده طويله على هذيك الزغبه. والبنات اللي كيصليو راه تحول دون وصول الماء الى الحاجبين، شعر الحاجبين، والى ما وصلش الماء لشعر الحاجبين راه الوضوء الوضوء باطل، اذا بطل الوضوء وبالتالي فالصلاه راه كتكون باطله. هذه نصيحه لوجه الله، اللي ما صدقاتنيش اعملوا بحث على الجوجل وعلى اليوتيوب اللي عجبكم. المهم انا عليا انني نقولها لكم، شتو معايا الطريقه، هذه الطريقه ديال البنات اللي بغاو انهم يتراسيو، ما فيهم على الوصفات ما فيهم، عطينا غير نتراسيو وصافي، عطينا حاجه طبيعيه. فغادي تشوفوا معايا كذلك واحد البديل اخر، الا ما متوفرش عندكم فغادي تستعملوا الكحل الطبيعي، ها هو يا البنات المهم هكا كل الكحل غي شوفوا معايا الكحل الطبيعي، راه سبق وصوبت معاكم صوبت معاكم الكحل بطريقه طبيعيه 100%، يعني ما دخلنا حتى حاجه كيميائيه. كنتمنى فعلا انكم تشوفوا الفيديو ديال الكحل وهذا ديال الكحل باش غادي تراسيو الحاجبين، فغادي توضعوه بهذه الطريقه وغادي تراسيو كذلك الحاجبين، غير هذا اللون ديالو ماشي داكن داكن لانني ما دخلتش فيه دوك المواد الاخرى، تحرقي ما عرفتي شنو تحرقي ما عرفتي شنو. فانا كيعجبني الصراحه الكحل بهذا اللون ديالو اللي كيكون رمادي، كيجي زوين ما شاء الله في العين، وهو ماده طبيعيه. وكذلك هذا الكحل الطبيعي البنات راه كيكتف الحواجب وكيكتف الرموش، يعني واحد الحاجه زوينه زوينه بزاف. وبالنسبه لجوج ديال الوصفات اللي غتشوفوهم معايا، طبعا عطيتكم البدائل وانتم اختاروا يا البنات. فعندنا الوصفه الاولى طبعا اللي غتقدر على الثوم، فغادي تاخذوا فص من الثوم
تقريبا. المهم يكون قد هكذا ولا اصغر على حساب الحاجب ديالك، فغادي تاخديه وغادي تقسميه بالموس وغادي توضعيه على الحاجبين، غادي تحكيه على الحاجبين ديالك بهذه الطريقه هذه. راه ما شاء الله يعني الصراحه راه كيخرج داك البصيلات النائمه، كيخرج هذوك البصيلات النائمه اللي كيكونوا في الحاجبين في واحد المده قصيره في غضون 15 يوم، راه غادي تشوفي النتيجه المرضيه. وفي هاد 15 يوم راه بامكانك كذلك انك تراسي حجبانك بالقرنفل، وكذلك القرنفل الوصفه اللي غتستعملوها في القرنفل انكم غادي تاخذوا القليل من القرنفل بحال هكذا، هذا اللي كيكون على شكل باودر هذا اللي دقيناه، وغادي تخلطوه مع زيت الخروع. غادي تخلطوه مع زيت الخروع في اي شي حاجه خاصه، مثلا بشي كريم ولا شي حاجه بحال هكذا، غادي تخلطوه ومره مره غادي تاخدوه بهذا ديال الماسكارا، وغادي توضعوه سواء على الرموش سواء على الحاجبين. طبعا هاد العمليه غادي تعملوها قبل النوم، المهم باش تفادوا ان هادو يعني هاد البقايا ديال القرنفل انهم يطيحوا لكم في عويناتكم. فغادي تصاوبوا، غادي تاخذوا القليل من القرنفل وغتضيفوا شويه ديال زيت الخروع وغادي تمزجوهم، غادي تخليوهم لمده 3 ايام، ما غاديش تستعملوهم في البلاصه، فغادي تخليوهم لمده 3 ايام. علاش؟ باش هذا القرنفل هذا يطلق في زيت الخروع، وكنتمنى انكم تجيبوا شي زيت يكون طبيعي وما يكونش زيت مزور. وكاينه واحد الطريقه اخرى كذلك بالفازلين فقط بالنسبه للمات اللي ما عندهمش القرنفل، ما عندهمش مع الكحل الطبيعي، فغادي تصاوبوا طبعا قبل ذلك دائما قبل وضع الوصفه غادي تمسحوا الحاجبين ديالكم بماء الورد باش ينقي لكم كل البقايا ديال اي ميك اب كان عندكم على الحاجبين وكذلك على الرموش، وكذلك باش تحلوا المسام غادي تمسحوا. المهم غادي تاخذوا شويه وغادي تمسحوا يعني غير بشويه، ماشي عاوتاني تضغطوا ولا طبعا بكل حب ورفق وحنان كما كنقول لكم دائما. فغادي تاخذوا واحد شويه من الفازلين، طبعا هذا فازلين سبق وصوبته معكم ووريتكم طريقه ديال صنع الفازلين، وواحد النوع ديال الفازلين نقي بزاف وزوين صراحه. فقط غادي تكتبوا في بحث اليوتيوب صنع الفازلين ابداعات نهى للنواعم، راه غادي يخرج لكم في البحث. فغادي تاخذوا شويه من هذا الفازلين وغادي توضعوا عليه القليل من زيت الخروع، وغادي تمزجوهم وغادي تخليوهم في شي بواطه بحال هكذا ديال الكريم، وغتبقاو توضعوهم بهذا ديال الماسكارا، ولا تاخذوا شي قنينه تكون خاويه ديال الماسكارا وتوضعوا فيها هذه الخلطه. طبعا بعد ما تخلطوها عاد غادي تدخلوها لهاد العبوه ديال الماسكارا وتبقاو تحطوها على الحواجب وعلى العينين، او اللي على العينين على الرموش كل ليله، راه النتائج جد جد مبهره، وهذا اروع حل بالنسبه للبنات اللي غير كيترسيو حواجبهم يعني صافي طاحوا من كتر النتيف وسميتو. فكنصحكم انكم ترسيوهم بهذا في انتظار انكم تستعملوا هاد الوصفه. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الطريقه باش كنقاد انا الحاجبين ديالي وكيقولوا لي ورينا الطريقه ولا الرسمه ديال الحاجبين ديالك، راه يا البنات سبق وشاركت معكم التشقير، انا كنعمل الحاجبين ديالي التشقير، انا ما كنتفهمش نهائيا سبق صراحه ما نكذبش عليكم، يعني قبل 10 سنوات هي 10 سنوات ولا 11 سنه اللي نتفتهم، يعني من تما ما عمري انتفتهم، لان فعلا فعلا هذاك النتيف كيخرج على الحاجبين، والحمد لله يعني بالتشقير كيبان الشكل ديالهم مرتب، رغم ان يعني واخا يكون عندك كتار وهكذا كيبان الشكل ديالهم مرتب. وبحثت في الموضوع دينيا راه ما فيهم يعني حتى مشكله، لان التلوين ينافي النتف بالنسبه للبنات يعني المهتمين بالموضوع. ف راني شاركت معكم التشقير فقط، كتبوا في بحث اليوتيوب تشقير الحواجب ابداعات نهى للنواعم، راه غادي تخرج لكم الوصفه. غنحاول الا قدرت هذه الوصفات كلشي اللي هضرت عليهم نحطهم لكم في صندوق الوصف، غادي يكون افضل، غادي نحاول يا البنات.
فديك الطريقه اللي كنعملها انا في التشقير راها جد بسيطه وزوينه، عرفتوا كي كتبين الحجبان ما شاء الله ما شاء الله، يعني كيبانوا توب توب. تقولي واش عملتي التشقير في الصالون ووريتكم الطريقه يعني بالخطوات وكل شيء كان واضح في الفيديو، كنت عملت يعني تشقير على الحواجب ديالي انا، كنت امام المراه وعملت التشقير على الحواجب ديالي، وهذاك الفيديو كان في الفتره اللي كنت كنبان فيها على القناه، فبينت لكم يعني خديت داك المقطع ديال العيون وراني عملت معكم التشقير يعني بشكل مباشر ماشي على المانكان. كنتمنى فعلا انكم تشوفوا هذاك الفيديو، راه غادي يفيدكم الغزالات ديالي. الى عندكم اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تريدكم الا انا ميلكم تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده، وما تبخلوش عليا باللايك الا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات، وما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.